مبروك للنصر، مبروك الكرة السعودية، وجود 4 أندية موجودة في يعني دوري أبطال آسيا اليوم. بوجود اللي شاهد المباراة كان مؤكد انتصار النصر نظرا لفارق الإمكانيات. أي نعم تأخر التسجيل، لكن واضح أن النصر الفوارق الفنية كبيرة جدا. أتفق مع الزملاء، يمكن الجوانب الدفاعية في نادي النصر هي اللي عليها يعني علامة استفهام. اللي كان بيشاهد المباراة وقبل المباراة كان يتوقع أنه من اهم العناصر اللي ممكن تكون موجوده في مباراه اليوم هو فوفانا، خصوصا انه النصر بيعاني دفاعيا، فوجود محور ثابت مثل فوفانا كان ممكن يحل كثير من المشاكل. النقطه الاهم حتى لو كان في يعني نتجنب الحديث عنه، الاتحاد الاسيوي يتطور في امور كثيره جدا ما عدا في كثير من الحكام الاخطاء اللي شاهدناها اليوم. هل يعقل مثلا دوري مثل دوري ابطال اسيا مصروف عليه المبالغ الكبيره لا يوجد فيه غرفة يعني لا قدر الله خروج النصر اليوم، مين كان حيتحمله؟ اليوم شاهدنا احنا في الشوط الأول ضربتين جزاء صريحة يعني، وفي الشوط الثاني حتى الهدف أهلي دبي في شكك إنه اللاعب كان في موقف تسلل، يعني في أخطاء تحكيمية كادت أن تؤثر على نتيجة المباراة. النصر بالمجمل هجوميا لا على شك فريق قوي جدا، يعني حتى المدرب كان بإمكانه ممكن إنه يستغل وجود لاعبين يعني هجوميين بشكل كبير ويستغل الجوانب الدفاعية اللي فيها مشكلة في الفريق النصراوي. بالمجمل النصر فريق هجوميا قوي جدا، حتى لو تأخر في التسجيل اتفق مع ابو عبد العزيز انه كان فيه هدوم الفريق النصراوي حتى لنهاية المباراة. اللي شاهد المباراة من بدايتها واضح الفروقات الفنية، اي نعم انه النصر ممكن ضرب بهدفين لم تكن في الحسبان، لكن مجمل النصر أفضل طيب عناصره. المباراة كانت على أرضه، نقول مبروك للنصر، أتمنى استغلال هذه المباراة والتركيز على المشاكل اللي بيعاني منها الفريق النصراوي في المباريات القادمة.